بسم الله وأصبحنا وأصبح الملك لله، وعلى بركة الله نبتدي معاكم مشاهدينا يوم جديد وحلقة جديدة من برنامجكم الصباحي في الضحى. نفس ما تعودنا وعودناكم دائما خلال هذا البرنامج ننتقل فيكم أكيد من مكان إلى آخر، نتعرف على مواضيع فعاليات أمور كثيرة تهمكم وتهمنا، فوين ما كنتم متابعونا صباحكم خير، صباحكم طاقة يوم الخميس، أنا دائما تكون هذه الطاقة مختلفة متجددة. يسعد لي صباحك عبد الرحمن. صباح الخير شوق، وأكيد نصبح على السادة المشاهدين وين ما يتابعونا عبر شاشة تلفزيون قطر، نقول لكم صباح الخير اللي تابعنا من داخل الدوحة أو من خارج قطر، صبح على الكل بالخير. مثل ما قالت شوق، طبعا يوم الخميس أكيد له طاقة غير، واليوم راح نتكلم عن مواضيع عديدة مشاهدين وراح تستمتعون، مواضيع خفيفة وبتعجبكم إن شاء الله. فبداية أدى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى صلاة الاستسقاء بمصلى الوجبة مع جموع المصلين صباح اليوم الخميس الموافق 27 أكتوبر 2022 ميلادي، تضرعا إلى الله تعالى في طلب نزول الغيث، ودعت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية جميع المصلين في الدولة لإقامة صلاة الاستسقاء جماعة في 92 جامعا ومصلى بمختلف مناطق الدولة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، الحمد لله الولي الحميد الواسع المجيد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الولي الحميد. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثًا مغيثًا هنيئًا مريئًا سحًا طبقًا مجللًا عاجلًا. اللهم آمين. وطبعًا نقول دائمًا تصدقوا، لأن الصدقة لها أثر عظيم وكبير أيضًا في تقبل الدعاء، وإن شاء الله نقول خلال الفترات القادمة إن شاء الله يا ربي نشهد الأمطار تكون أمطار خير على الجميع. نفس ما عودناكم مشاهدينا مع كل صباح ناخذكم أيضا في جولة صباحية نتعرف فيها على أهم وأبرز الأخبار، لعل واحدة من أهم الأمور اللي ممكن الكثير كان سعيد بهذا الخبر تحديدا كان من الصحة، لكن راح ناخذكم فيها من جريدة الراية. والصحة تدخل تحديثات على قيود كورونا. أعلنت وزارة الصحة العامة أنه في ظل استمرار انخفاض أعداد حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم وفي دولة قطر،
طبعاً لذلك طبعاً لتطبيق المستمر لبرنامج التطعيم الوطني ضد كوفيد-19 في قطر، واستناداً لقرار مجلس الوزراء الموقر الصادر أمس 26 أكتوبر الجاري، فأنه سيتم تطبيق مجموعة من التحديثات للإجراءات المتبعة لمواجهة الجائحة. وذكرت الوزارة أن هذه التحديثات الجديدة ستدخل حيز النفاذ اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق الأول من نوفمبر 2022. يعني هذه من الأخبار اللي فعلاً تعطي الواحد إيجابية. خلينا نقول أنا قلت الخميس مختلف، أخبار الخميس كذلك مختلفة، ونتمنى أن إن شاء الله يعني شوي شوي كل هذه الأمور تكون من الماضي. بعد يكون في مطر، بعد يكون شيء بعد اللهم آمين إن شاء الله. طبعاً نروح لهذا الخبر أيضاً من جريدة الشرق. التعليم تصدر الجدول الزمني لليوم الدراسي. أصدر قطاع الشؤون التعليمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي تعميماً إلى مديري ومديرات المدارس الحكومية بشأن الجدول الزمني لليوم الدراسي لمرحلة رياض الأطفال ولجميع الصفوف من الأول إلى الثاني عشر، إلحاقاً بما ورد في التعميم رقم 18 لسنة 2022 بشأن دوام الطلبة خلال الفترة من 30 أكتوبر إلى 3 نوفمبر. ووفقاً للتعميم يبدأ دوام الطلاب في مرحلة رياض الأطفال الساعة 7:10 صباحاً، ويقسم إلى فترتين. الأولى تمتد حتى الساعة 9:10 صباحاً، تتضمن حصتين دراسيتين. أما الفترة الثانية تبدأ من 10:00 صباحاً وحتى الساعة 11:45 صباحاً، وتتضمن أيضاً حصتين، ليكون موعد انصراف الطلبة من الساعة 11:45 إلى الساعة 12:00 ظهراً. فهذه من الأخبار يمكن اللي يستانسون فيها الأطفال. بعدين يعني الطلاب نقول لهم أيضاً ممكن خلال الفترات القادمة راح يكونون على موعد إن شاء الله مع اختباراتهم، فبالتوفيق يا ربي للجميع أكيد، ونتمنى إن شاء الله تكون دائماً درجاتكم أكيد على التعب والجهد اللي قاعد تبذلونه. أما الحين ننتقل معاكم مشاهدينا من جريدة الشرق إلى العرب. والتنمية الاجتماعية تشغل صالة مزن لخدمة ذوي التوحد والإعاقة. أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة ومركز الشفلح لذوي الإعاقة بالتعاون مع الخطوط الجوية القطرية عن تشغيل صالة مزن بمطار حمد الدولي. خصصت هذه القاعة للأشخاص من ذوي الإعاقة والتوحد بهدف منح التكامل الحسي لهم أثناء تواجدهم في المطار مع عائلاتهم. وذكرت الوزارة أنه تم تجهيز الصالة الجديدة بأحدث وسائل التكنولوجيا المساعدة والمعدات التعليمية الهادفة إلى توفير أفضل تجربة سفر يستحقها الأشخاص من ذوي التوحد والإعاقة من المسافرين والعابرين، وذلك طبعا كله راح يكون تحت إشراف فريق متخصص على مدار الساعة. نقول فعلا قطر تهتم بالجميع، وهذه من الأمور الجميلة اللي احنا قاعد نشوفها لما راح نشهد إن شاء الله خلال كأس العالم توافد كبير من الجميع، من جميع الجاليات، من جميع الجنسيات، من جميع الحالات. فحلو أن يكون الترحيب من المطار يكون بهذه الطريقة، يكون فيه خدمات موفرة كبيرة لهم. فكل التوفيق أمانة لهم، مبادرات جميلة، أشياء جميلة شفناها وراح نشوفها بإذن الله. أكيد. وأيضا بعد عندك الملاعب مجهزة بأماكن مخصصة لذوي الإعاقة، فالكل راح يستمتع والكل راح يحضر إن شاء الله لملاعب بطولة فيفا قطر 2022. طبعا نروح لهذا الخبر من جريدة الوطن. مركز دراجي قطر ينظم فعالية خيرية غدا. ينظم مركز دراجي قطر التابع لوزارة الرياضة والشباب فعالية خيرية باسم فلسطين بالتعاون مع قطر الخيرية، وذلك غدا الجمعة الموافق 28 أكتوبر 2022 بمقر المركز بصالة لوسيلة الرياضية. وقال سيد حمد الجعيدي مسؤول الفعاليات والأنشطة بالمركز أن الفعالية مقرر لها أن تشهد مشاركة 500 مشارك، حيث تنطلق الجولة من مقر المركز بصالة لوسيلة الرياضية إلى المسار الأولمبي الخاص بالدراجات الهوائية يوم الجمعة في تمام الساعة 7:00 صباحاً، ثم يكون هناك استراحة عند أستاد البيت والعودة مرة أخرى إلى مقر المركز. يعني دائماً نشوف هذه المبادرات الخاصة لدعم أخواننا وأشقائنا في فلسطين. يعطيهم العافية. لكن الحين راح نروح من صالة لوسيلة الرياضية إلى جريدة لوسيل، وتحديدا نجم المنتخب الكويتي السابق بشار عبد الله للوسيل كأس العالم 2022 بقطر نسخة استثنائية.
أكد نجم الكرة الكويتية السابق بشار عبد الله أن قطر ستكون عبارة عن ملعب يجمع العالم من خلال المونديال المقبل، مشيراً إلى وصولها للجاهزية الكاملة قبل انطلاق الحدث العالمي المرتقب. وقال بشار في حوار مع الصحيفة أن النسخة المقبلة من المونديال ستكون الأفضل من جميع النواحي نظراً لتقارب المسافات بين الملاعب وأماكن الإقامة، وهو ما يخدم المنتخبات المشاركة ويصب في مصلحة المستوى الفني للبطولة. احنا قلنا وراح نشوف ايضا ان شاء الله مشاهدينا معاكم خلال الفترات القادمة برامج كثيرة تقدمها شاشة تلفزيون قطر، تسليط الضوء اكيد على الجهود، على الجاهزية، على الامور الكثيرة اللي احنا قاعد نشوفها. احنا نقول فعلا راح تكون استثنائية باذن الله، استثنائية لان احنا عندنا كثير من الامور، كثير من الاشياء امانة اللي تميز هذه النسخة، من ضمنها اكيد التقارب. يعني احنا نتكلم الشخص الواحد يقدر ينتقل من مكان إلى آخر بغضون أقل من ساعتين ثلاثة، يعني نتكلم إحنا عن دقائق معدودة، يقدر يشوف فعلاً من خلالها يقدر يحضر أكثر من مباراة في آن واحد. وعندك الفعاليات أيضاً اللي راح تكون موجودة فعلاً. أكيد المصاحبة، الواحد يقدر يتنقل من مكان لمكان بسرعة وفترة زمنية بسيطة، وراح يستمتع في كل شيء، يعني يمدي يمر على كذا فعالية وكذا مكان، من ملعب لين فعالية لين ملعب لين فعالية يستمتع، ونقول ان الجدول ما يوقف ما يوقف ان شاء الله. اكيد طبعا شوق ممكن انه يكون مع اختلاف الاجواء شوي هذه الفترة، تكون مثلا في فيروسات او في مشاكل صحية ممكن ان تصيد الواحد، ففي لقاحات خاصة بالانفلونزا. خلونا نتابع هذا الجرافيكس الخاص بفوائد لقاح الانفلونزا. حياكم الله مشاهدينا وأسعد الله صباحكم أكيد من جديد، ما زلنا مستمرين معاكم. احنا نعرف ممكن خلال هذه الفترة تحديدا المؤسسة بشكل عام تستعد بجميع كوادرها بجميع الأمور طبعا للحدث الأبرز، الحدث الأهم طبعا اللي راح يكون إن شاء الله خلال الفترة المقبلة، كأس العالم اللي راح كلنا أكيد راح نكون مستعدين له بالبرامج بالأمور بالإنجازات
اللي راح نقدمها خلال هذه الفترة. لذلك تشهد طبعاً الدولة يمكن البرامج، المؤسسات، المراكز، كل حد أمانة يسعى ويجتهد من أجل تقديم الأفضل خلال هذه الفترة، أيضاً من خلال العديد من البرامج اللي راح تكون إن شاء الله من خلال مؤسساتنا الإعلامية، سواء كان في جانب الإذاعة أو حتى في جانب التلفزيون. تطلع المؤسسة دائماً لتقديم تغطية استثنائية تلبي طموحات المشاهدين والمستمعين كذلك. وطبعاً هذا كله راح يكون من خلال شبكة كبيرة من المراسلين داخل وخارج الملاعب، من البرامج المختلفة اللي راح تكون في الاستوديو خارج الاستوديو، نكون أقرب للجميع. طبعاً هناك خطة كبيرة راح تكون لتقديم تغطية إذاعية من خلال أيضاً مجموعة الإذاعات الناطقة بعدة لغات مثل الإنجليزية، الفرنسية والأردن. يسعدنا اليوم نستضيف معانا في الاستوديو أكيد أحد الشخصيات اللي راح يكون لها أيضا مجالها وراح يكون لها دور وبصمة خلال هذه الفترة، خلود الحميدي. أكيد حياك الله معانا، مراقب إذاعة الأردن، يحتاج العافية وصباحك سعيد. راح أقول بالبداية صباح رياضي إن شاء الله. يا هلا مرحبا فيك، وصباح رياضي إن شاء الله عليكم وعلى جميع المشاهدين. يا مرحبا بك استاذة خلود، يعني ما شاء الله الكل مستعد ان شاء الله حق هذا الحدث الكبير، بس بداية بنتكلم عن إذاعة الأردو ونتعرف عن هذه الإذاعة، ومتى بديتوا بالتحديد؟ هي قديمة اتوقع من الثمانينات. بالفعل إذاعة الأردو انطلقت من 1980، هذه إذاعة تخاطب كل الناطقين بلغة الأردو. الأردو تقريبا لو حبيت أشبهها عندنا هي مثل اللغة العربية الفصحى عندنا، لغة مشتركة بين مجموعة من الجنسيات الهندية، الباكستانية، النيبالية، سريلانكية والبنغلاديش طبعا. يعني مجموعة خمس دول، هذول الدول كلهم يشتركون في لغة واحدة مفهومة بينهم، مثل ما احنا عندنا اللغة العربية الفصحى مفهومة لدى الجميع، نفس الشيء بالنسبة لنا من الأردن. هذه الإذاعة انطلقت في عام 1980. كانت طبعا أوقات البث في ذيك السنوات محدودة، تقريبا ما تعدى ساعة واحدة. ولكن نظرا لأن طبعا من بعد الثمانينات تقريبا كمية المقيمين اللي يعني ينطقون بهذه اللغة زاد عددهم، وبالتالي زادوا ساعات البث إلى ثلاث ساعات. كان قبل بث إذاعة الأردو في التوقيت من نفس المبنى هناك في الإذاعة الشعبية تابعة لإذاعة قطر، وهذه إذاعة أنا يمكن آخر مذيعة التحقت بالعمل في الإذاعة الشعبية. إن شاء الله. فسكرت هذه الإذاعة في عام 2000، وطبعاً طالما أنها وقفت في عام 2000 كان في فرصة كبيرة للأردو أنهم يأخذون ساعات البث اللي كانت أيوة كانت ماخذة الشعبي ويكملوا، لأن يعني الأردو كانت تبدأ تحديداً الساعة 7 والإذاعة الشعبية كان ينتهي بثها الساعة 6:30، فصاروا يأخذون وقت الإذاعة الشعبية مع وقت الأردو، وإلى أن وصلت في الفترة الحالية مع الكم الهائل من الناطقين بهذه اللغة إلى 24 ساعة. يعني ما شاء الله نقدر نقول فعلا إنجاز خلال من 80 ل89 إلى يومنا هذا. احنا نقول أكيد لما يكون على مدار 24 ساعة معناته في مشاهدة وفي متابعة كبيرة لهذه الإذاعة. احنا يمكن راح نشوف، أنا يمكن ذكرت في بداية برنامجنا أن لله الحمد يعني أنتم مستعدين ومتأهبين، والمؤسسة القطرية للإعلام بشكل عام مستعدة ومتأهبة للحدث الأهم والحدث الأبرز، خصوصاً إحنا يمكن نتكلم بشكل عام عن الرياضة. نعرف يمكن من الثمانينات أيضاً وقطر تألقت في جانب الرياضة، صار لها دور، صار لها اسم كبير. فاليوم بعيدة عن كل شيء، Let's go. Let's go قطر. خلينا نتكلم شيء عن البرنامج. نتكلم. هذا البرنامج جات فكرته، يعني إحنا كان من المفترض في إذاعة ناطقة بلهجة غير اللهجة العربية وبكم هائل من المتابعين، يعني أنا الأردو تقريبا عدد متابعينها 3 ملايين متابع بين السوشيال ميديا وأيضا إلى جانب متابعين للإذاعة. فهذا الكم الهائل، يمكن قبل أستلم الإذاعة كان التركيز كله على البرامج اللي تهم الناطقين بالأردو، برامجهم، ثقافتهم. فالفترة اللي سلمت فيها شفت أنه لا، أوكي، يعني هي صحيح ناطقة بالأردو ولكن هي في النهاية إذاعة تتبع قطر. صحيح. فيعني أبسط الأمور اللي إحنا لازم نسويها إن إحنا نوضح لهذا الكم الهائل
من المتابعين شنو يعني قطر. طيب احنا الحين قاعدين ننظم مونديال 2022، وين قطر اساسا، وين وجودها في الكره؟ وكان لازم يعرفون ان لا، قطر في مجال الكره لها سنوات طويله. صحيح. وهناك كميه وكوكبه هائله من نجوم الكره القطريه. نعم. فمن حقهم علينا ان احنا على الاقل نبرز الدور اللي لعبوه. اخذوا بطولات اسيا، وصلوا لنصف النهائي في اللي هو مونديال سيدني. نعم. فلهم دور والكره القطريه موجوده. لكن يمكن الغير ناطقين بالعربي اتوقع ان مش كلهم يعرفون هذه المعلومه. صحيح. من هنا جات الفكره، وجات الفكره ان احنا نستقبل او نستقطب مجموعه من اللاعبين القدماء اللي اعطوا في الكره القطريه واللي لهم اسمهم، ويمكن الاجيال الحاليه ما تعرف معظمهم. فدورنا ان احنا نبرز دور هؤلاء اللعيبه، نبين انهم قدموا للكره القطريه شيء الكثير، وبالتالي نعطيهم حقهم في المشاركه من خلال الظهور والبروز في هذا المونديال. جميل جميل. يعني مثل هذه البرامج اكيد تعرف الساده المتابعين من جميع الجنسيات، يعني مش بس العرب. طبعا وبالنسبه حق البرامج الثانيه مثلا واستعداداتكم حق بطوله كاس العالم، هذا الحدث الكبير، شنو هي الاستعدادات اللي مجهزينها؟ يعني احنا يمكن بدينا ببث او تطعيم الاذاعه ببرامج تختص بالمونديال من اول شهر 9. نعم. برامج البث الحاليه قائمه مثل ما هي، اللي هي اساسا تقوم عليها اذاعه الاردن، ولكن طعمنا هذه البرامج ببعض المعلومات الرياضيه، طعمناها ببعض الثقافات الرياضيه، طعمناهم ايضا ببعض خلينا نقول الاشياء اللي تختص بقطر، برامج يعني كبسولات احنا نسميها، تعطيك شوي عن ثقافه قطر، تنبههم، تسمعهم وتعرفهم ان قطر عندها ثقافه معينه، عندها عادات، عندنا خطوط حمراء احنا ما نتجاوزها. نعم. ولازم للكل يحافظ عليها، مواطن و مقيم وحتى الزوار. فاحنا حاولنا قد ما نقدر من 1/9 ان احنا نطعم برامجنا اللي لها طبعا كميه كبيره من المتابعين ببعض الثقافه القطريه اللي احنا نبغى نوصلها لهم. استعداداتنا مثل ما قلت لكم بدات مجموعه من البرامج من 1/9، وفي برامج ايضا بدات من 1/10 يعني بشكل تدريجي، وان شاء الله بتكون الانطلاقه الكبيره مع انطلاقه المؤسسه القطريه بشكل عام، يعني تقر الانطلاقه الرسميه باذن الله ان شاء الله. حلو اليوم لما نشوف ان هذه رساله، وهذا انا اشوفه دور مهم وكبير، ان انتم تاخذون بعاتقكم ان تاخذون نفس جهود الدوله، جهود خصوصا احنا اليوم نتكلم عن الجانب الرياضي، يعني نفس ما ذكرتي اختي ان ممكن في كثير من الاشخاص اصلا راح يجون ناطقين بهذه اللغه ما يعرفون، اوكي يعرفون ان اليوم موجود قطر تستضيف كاس العالم، لكن ما يعرفون لماذا قطر تستضيف. صحيح. كاس العالم، شنو الانجازات اللي صارت خلال السنوات السابقه، واكيد يعني هذا الموضوع حق الاستضافه هو ما كان يعني من جانب الحظ، بل ايضا من جانب الجهود الكثيره اللي قدمتوها، فبرامج كثيره يعني. لكن انا ودي ارجع لبرنامج ليتس جو قطر، لانه فعلا في فكره جدا جميله، في رسائل جدا جميله. صحيح. مضمون جدا جميل. يمكن ايضا نوجه تحيه كبيره طبعا لاعداد واشراف البرنامج اختنا انتصار ادم، اللي كانت ايضا حريصه نتقدم نفس هذه الشخصيات. لكن صحيح. الحلو ان صح مع انطلاق المؤسسه، لكن انا اللي عرفته ان مع انطلاق صافره الحكم بيكون انطلاق هذا البرنامج تحديدا لسكو قطر، لكن انطلاق برامج اللي نقول احنا خصصناها واشتغلنا عليها وكثفنا الشغل عليها اللي هي بتكون مع انطلاق المؤسسة هذا البرنامج، لأن كمية اللعيبة اللي احنا خذناهم حاولنا ان احنا انا هذا اللي ابي اقوله. يعني انا بيش تدخلين في هذا الجانب، خصوصا احنا نتكلم عن 12 يوم. صحيح. هو مش 12 يوم، هو تحديدا احنا خذنا عدد اللعيبة بالضبط من بداية انطلاق صافرة الحكم، يكون اول لاعب واخر لاعب مع الاحتفال باليوم الوطني. يعني بس مع كتصوير أيام انا اللي عرفت ان التصوير كان 12 يوم. التصوير كان 12 يوم، والتصوير هو مش تصوير، هو يعني كان عباره عن تصوير وتسجيل، ولا تنسين لحد الحين احنا يمكن شغالين في موضوع المونتاج. يعني انت اللاعبين اللقاءات كلها اخذتها باللغه العربيه. نعم. وتحتاج الى دوبلاج. وتحتاج الى شغل، فاحنا فعلا تسجيل الماده الكلاميه خذت منا اسبوعين، يعني اكثر تقريبا من 12 يوم، يعني كنا نسجل بمعدل 3 الى 4 لاعبين في اليوم.
وطبعا تسجيل وتصوير للسوشيال ميديا، ولكن المونتاج نفسه هو العملية المتعبة، لأنك أنت راح تقومين أيضا بدبلاج، عملية دبلاج من العربي إلى الأردو. فيعني إن شاء الله هذا البرنامج ياخذ حظه من يعني خلينا نقول من المعرفة بقدر ما احنا تعبنا عليه. نعم. يعني انتصار يمكن من ضمن الأسماء اللي أنا حرصت أنها تكون موجودة معي في إذاعة الأردو لسبب أعرف شغلها في الإعداد، يعني بحكم وظيفتها السابقة أعرف خبراتها في صناعة المحتوى. ففعلا يعني مجرد ما قعدنا وتناقشنا طلعنا بهذه الفكرة وعلى طول طبقناها، ويمكن ساعدنا أيضا في تطبيقها أنه هذه الأسماء أسماء قديمة، يعني تتكلمين عن خالد سلمان، تتكلمين عن عادل خميس، عن عادل الملا، عن تتكلمين عن احمد خليل، عبد الله، اسماء قديمه في 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 الكره وتقريبا شبه متوقفين، يعني حتى في منهم اللي مش موجود حتى كمدرب او كاداري في الانديه. عمليه البحث عنهم كانت تحتاج شخص يكون له علاقه اصلا باللعيبه. احنا يعني انتهزنا وجود اخوانها في 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 كرة القدم، ويعني للأمانة وفروا لنا كل الأرقام وطرق التواصل على أساس نقدر نوصل لهؤلاء اللاعبين. جميل، الله يعطيكم العافية على هذه الجهود، وإن شاء الله نتمنى لكم التوفيق في هذا البرنامج. هو كم حلقة تقريبا؟ 30 ولا 30 حلقة إن شاء الله، راح تبدأ من 20 وتنتهي في إن شاء الله مع الاحتفال باليوم الوطني. كل التوفيق إن شاء الله. الأستاذة خلود الحميدي مراقب إذاعة الأردو، كل الشكر على تواجدك معنا اليوم وعلى المعلومات اللي قدمتيها. شكرا لك. يعطيك العافية، كل التوفيق. نتمنى فعلا أن البرنامج يكون جميل، لأن تعبت فيه، اجتهدت فيه، وأكيد الحلو المضمون اللي راح تقدمونه، وإن شاء الله هذا المضمون يكون أيضا كأرشيف للسنوات القادمة والبطولات القادمة. يعطيكم العافية. شكرا لك حبيبتي. إذا مشاهدينا، جميل اليوم لما نشوف أن احنا نقول كل شخص بدوره هو يقدم رسالة، يقدم بالمجال اللي يقدر يبدع فيه. وحلو اليوم لما نشوف أن نقدم نفس هذه الرسائل، نفس هذه المعلومات أيضا لغير الناطقين باللغة العربية أو حتى الإنجليزية. فكل التوفيق لهم، كل التوفيق للجميع أمانة اللي يحاول يجتهد ويسعى أنه هو يقدم الخير ويقدم المفيد. ولما نتكلم عن الخير المفيد، أكيد لابد أن احنا نخص مؤسسة قطر الخيرية اللي دائما تسعى مع ممكن تغير الطقس وتغير المناخ هذه الفترة، أنها دائما تمد يد العون والمساعدة مع الجميع وللجميع. فراح نشوف معكم مشاهدينا أكثر عن قطر الخيرية وتفاصيلها في هذا التقرير. اليوم احنا مع شركة أبريل متبرعتنا بمجموعة تبرعات عينية. قطر الخيرية تستلم تبرعات عينية بشكل دائم من المؤسسات، وهي طبعا احنا اليوم احنا نبي نقول ان او نبي نفتح المجال للشركات القطرية بالمساهمة بتبرعات نقدية او عينية، فاحنا نستلمها ان شاء الله. وعندنا دور كبير جدا في المجتمع القطري في الداخل وفي الخارج كذلك، فنفتح الباب اليوم لجميع الشركات المشاركة والمساهمة في العمل الخيري. من هذا المنبر حابين ندعو الشركات المساهمة مع قطر الخيرية في التبرعات العينية والمشاركة كذلك في مبادرة الشريك الإنساني. مبادرة الشريك الإنساني هي مبادرة أطلقناها من باب تحفيز الشركات والمشاركة في العمل الخيري والإنساني بالحصول على شهادة الشريك الإنساني ومساهمة في عمل قطر الخيرية لمدة عام كامل، والحصول على مجموعة من المزايا الإعلامية والتسويقية. في العام 2001 بدأنا بمحل واحد، وخلال العشرين عاماً الماضية وبفضل قطر توسعنا بأعمالنا من محل واحد إلى ما يزيد عن 220 محلاً في قطر وفي أغلب المجمعات التجارية الرئيسية. فكرتنا كانت تطوير وتنمية العمل، وفي المقام الثاني أدركنا أننا نرغب في دعم المجتمع، وهذا أحد أسباب شراكتنا مع جمعية قطر الخيرية. ونود توجيه خالص الشكر لجمعية قطر الخيرية على تنظيم الفعاليات لدعم ذوي الإعاقة الجسدية. سنتبرع بما قيمته 1.5 مليون ريال لصالح جمعية قطر الخيرية، ونتطلع إلى وصول هذا التبرع للأفراد وللمجتمعات ولكل إنسان محتاج، وأن يسهم في دعمه بكل الطرق الممكنة.
مشاهدينا، مع بداية تغير الطقس والنقلة الجوية من الصيف إلى الشتاء، عادة ما تنتشر الفيروسات في الجو من ما يتسبب بانتشار أنواع مختلفة من الإنفلونزا بين الناس، خصوصا بين الأطفال، لذا يجب معرفة الطريقة المثلى للتعامل معها. فمعنا اليوم الدكتور محمد وسيم، طبيب أطفال، بيكلمنا أكثر عن هذه الأنواع والأعراض من كل نوع وطرق الوقاية أيضا، خاصة بين الأطفال الصغار في رياض المدارس. فحياك الله معنا دكتور محمد وسيم، حياكم الله وشرفنا في الاستوديو. يعطيك العافية دكتور، سعيدين بوجودك صراحة، يعني في وقتك بصراحة، لأن أتوقع اليوم السؤال مش لي بس إحنا، ممكن حتى كثير من المشاهدين قاعد يسألون شنو اللي صاير هذه الفترة. إحنا ممكن قاعد نشوف أنه تحديدا في المدارس في رياض الأطفال بشكل عام انتشار الإنفلونزا بشكل كبير. نعم. شنو السبب أو شنو هي أصلا هذه، شنو نوعها؟ خلينا نحكي أول شيء عن الإنفلونزا بشكل عام. هلا أي إلها ثلاث أنواع تقريبا، الA والB والC. طبعا الفيروسات اللي بتسبب هاي الإنفلونزا تندرج حسب نوعيات معينة تحت الA، تحت الفئة A، وهي حاليا المنتشرة حاليا والأكثر شيوعا. هلا سبب الانتشار الشديد بهاي الفترة إنه هذا الآن أول شيء هو موسمها، وثاني شيء الانفتاح اللي صار بعد وباء كورونا وإزالة الكمامات والعودة إلى المدارس أدى إلى فوعة شديدة بهذا المرض. ولكن اللي لاحظناه بالموسم هذا شدة المرض وطولة فترة المرض بالضبط، غير طبيعي صراحة. نعم. والاختلاطات اللي كنا اللي ما كنا نشوفها بالسنوات الماضية على الأطفال صرنا نشوفها هلأ حاليا بأكثر. يعني أنا صرت تقريبا أي خامس سنة بقطر، هذا الموسم أول موسم بشوف هذا الكم من المرضى وبشوف الاختلاطات اللي موجودة عند الأطفال ما كنا نشوفها من قبل. هذا دليل على شدة الفيروس. هو عادة ما بنعمل مسحات كورونا لكل الأطفال اللي بيزورونا، ولكن من المتوقع أنه يكون أحد أنماط كورونا ولكن لا يظهر بالمسحات. يعني ممكن يكون مثلاً أخف يعني كشدة، يعني لأن الأعراض مو نفس أعراض كورونا، خلينا نكون واقعيين. مثلاً لأن في مثلاً بعض الحالات اللي هم يدخلون المستشفى لازم يحتاجون جهاز أكسجين، الحين لا مو يحتاجون كل هذا. إجمالاً الأجيال اللي إجت متتالية من كورونا وبسبب اللقاحات اللي أخذناها فضعفت من قوة الفيروس كورونا، ولكن الإنفلونزا هذا العام أشد من الإنفلونزا بالأعوام السابقة. قاعد نشوفه، قاعد نشوف أيضاً يعني بخصوص المدة، المدة أطول، فترة المرض أطول والاختلاطات أكثر، وتعب الأطفال أشد من ما قبل. يعني كان الطفل خلال 3 أو 4 أيام فينا أنه يرجع للمدرسة ويعود لحياته الطبيعية، حالياً لا، عم يحتاج أقل شيء أسبوع ليرجع لحياته الطبيعية. وفي بعد اللي لاحظت أنه ممكن تصير طيب 2 أو 3 أيام وبعدها يرجع لك مرة ثانية. نعم. هذا الشيء عم نلاحظه هلأ بهذا الموسم. الانتكاسة هي بسبب شدة الفيروس ونمطيته الجديدة، وغالبا هو بس السبب الرئيسي هو هذا الموسم اللي حيكون هيك بسبب الانفتاح والعودة إلى الحياة الطبيعية. ولكن بتوقع المواسم القادمة ترجع لما كانت عليه الانفلونزا. طيب دكتور، ذكرت أن في أنواع، عدة أنواع لهذا الفيروس، الA والB والC. نعم. فأنا بنعرف شو الفرق بين كل نوع، واللي منتشر حاليا هو الA. هو أغلب الانتشار العالمي بيكون للA. الفروقات هي فقط تصنيفات حسب نمط الفيروس وحسب أنواع معينة من البروتينات تكون على جسم الفيروس بتتغير بين الفترة والتانية. مثلاً عندنا الـ A بتصنف حالة على الـ H1 والـ A1 مثلاً، الـ H والـ A، في من الـ A H1 A1 هو هذا المنتشر حالياً، وفي النمط الثاني اللي هو الـ A H3N1 كمان نمط ثاني هو الانتشار الحالي. لأن هي يعني سريرياً أو بالنسبة لعامة الناس هي لا تحمل أي قيمة. أي نوع من أنواع الفيروس ممكن يعمل اختلاطات شديدة وممكن يمر مرور الكرام. بتختلف بين طفل وآخر حسب مناعته، حسب طبيعة الجو اللي عايش فيه، حسب اللقاحات اللي أخذها، حسب الأمراض المزمنة اللي عنده، حسب تغذيته. يعني في عدة أمور مرتبطة بهذا الموضوع، ولكن اختلاف نوع الفيروس لا يحمل كثير من الأهمية بالنسبة للأهالي أو بالنسبة للمرضى. يحمل أهمية للأطباء في حال تم قبول الطفل في المشفى أو في اختلاطات أو في عواقب أخرى. نعم. أيضاً نتكلم دكتور عن جانب مهم، هو أيضاً فيما يتعلق بالحملات الدائمة اللي إحنا نشوفها فيما
يخص تطعيمات الإنفلونزا، هل نعم. التطعيمات أيضا تساعد بشكل كبير ممكن على تقليل فترة احتضان الفيروس في جسمنا، فترة المرض يعني؟ نعم، اللقاحات مهمة جدا، ومنظمة الصحة العالمية بتنصح بشدة بفئات معينة بأنهم يتلقوا هذا اللقاح. عادة بالفوعة أو بالموسم تنتشر نوعين لثلاث أنواع من الفيروسات، فالشركات تتوقع أي الفيروسات اللي لح تكون هذا الموسم وبتحط الأضداد تبعها بهذا الفيروس بهذا اللقاح. نعم. فاللقاح بيخفف عدد الإصابات بالمرض وبيخفف فترة المرض وشدة المرض أيضا، فنحن بننصح فيه بشدة في فئات معينة المفروض أن تأخذه. جميع الأطفال اللي عندهم أمراض مزمنة لازم يتلقوا اللقاح، جميع كبار السن، النساء الحوامل اللي يوصى به، يعني هذه الفئات الأكثر بحاجة لهذا اللقاح. ونفس الأعراض بالنسبة للكبار والصغار نفس غالبا الأعراض هي نفسها، ولكن ترتيب الأعراض وظهورها بيختلف عند الأطفال. فمثلا أحيانا ممكن يجي طفل بحرارة فجأة درجتها 40 ولا توجد أي أعراض أخرى، فبيلتبس على الأهل ما هو هذا الشيء، ولكن هو إنفلونزا. أحيانا تظهر فقط بتعب ووهن عام بدون حرارة وإنفلونزا، ولكن بالمجمل بتظهر كل الأعراض عند أغلب المرضى، ولكن ترتيبها بيختلف من طفل إلى آخر. طيب هون بدي نوه بس على نقطة معينة، أنه الفيروس ممكن يعمل حرارة 40 و 41، هذا لا يعني بالضرورة أنه بكتيريا الإنفكشن والطفل بحاجة لمضاد حيوي. هاي نحن دائما بنعانيها مع الأهالي، إنه متى نعطي مضاد ولا ما نعطي مضاد حيوي. بس دكتور على هذه النقطة، يعني مثلا أنا ابن أختي كان نفس الشيء، يعني المدة تقريبا 5 أيام الحرارة كانت 40، وما تنزل حرارته إلا مثلا بعد كذا ساعات لازم يأخذ دواء. طيب هني مثلا الأهل شو ممكن يسوون إذا مثلا استمرت الحرارة لمدة مثلا 3 أيام على نفس النمط وما تنزل إلا مع مثلا أدوية أو تحاميل، شنو الإجراءات؟ بالمواسم السابقة نحن كنا نشوف إنه الحرارة ممكن تستمر 3 لـ4 أيام فقط وبلش تتراجع بالتدريج. بهذا الموسم لا، عم نشوف فترة حرارة أطول، ممكن تقعد من 7 لـ10 أيام حتى. صح. ولكن ومع ذلك هو فيروس، الأهل ما حيقدروا يميزوا إنه صار عليه أي شيء، حدث جديد أو صار اختلاط مثل التهاب أذن وسطى أو التهاب بالصدر، أو هل هو بحاجة لمضاد حيوي أو لا. الأفضل مراجعة الطبيب بعد 3 أيام من استمرار الحرارة ليحدد لهم الطبيب هل بحاجة لإضافة المضاد الحيوي أو لا، أو نستمر على نفس العلاجات العرضية اللي إحنا بنسميها. طبعا الفيروسات بالمواسم هاي إحنا ما بنعالجها، بنعالج الأعراض فقط. في حرارة بنخفض الحرارة، في سعال بنعطي مهدئات للسعال. هون كمان نقطة بدي أحكي فيها، مش كل سعال له أي دواء بيساعده. طبعا كل سعال وله دواء معين لإله، واللي بيقدر يحدد فقط نوع الدواء المناسب للكحة هو الطبيب عن طريق السماعة، بس يسمع صدر الطفل بيحدد شو نوع السعال وشو الدواء المناسب لإله. فالأفضل أنه ما نستعمل أي دواء مهدئ للسعال لأي طفل. كل طفل نعم، كل طفل السعال بسبب معين وعلاجه بطريقة معينة. نعم. طيب لو نتكلم عن طرق الوقاية، الواحد شلون يحافظ على نفسه من هذا الفيروس، يحافظ على أبنائه من هذا الفيروس؟ هلأ أفضل طرق الوقاية هي مثل ما ذكرنا، أول شيء هو إعطاء اللقاح الموسمي السنوي لذوي الحاجة، يعني الأطفال اللي بيحتاجوه. الوقاية بالأول شيء المفروض التوعية الصحية العالية جدا بين الأطفال والرواد الأطفال، وتنبيه الأطفال عن طرق الوقاية وعن طرق استخدام الكمامات في حال المرض، يعني توعية الأطفال لهذا الموضوع. توعية الأهل، أحيانا نحن بنقع في إشكالية معينة، إن هل نبعث الطفل على المدرسة ولا ما نبعثه على المدرسة. طبعا يفضل باول في مرحله المرض انه ما يروح الولد على المدرسه ويبقى بالبيت لكي ما يساعد بنشر المرض. وكمان في نقطه ثانيه، انه مو كل ما سعى للطفل المدرسه تقول له ارجع على البيت فانت مريض. هي اشكاليه يجب يعني انه نعمل ميزان فيها مشان ما نضيع على الولد كمان حصص دراسيه. يعني يعطيك العافية. احنا دكتور هجمنا عليك بالأسئلة، لأن فعلا احنا ودنا اليوم نستفيد أكيد من وجودك معنا، لأنه فعلا في يمكن تساؤلات كثيرة، أمور كثيرة، ولا بد أن احنا ناخذها من أهل
الاختصاص، فيعطيك العافية. معلومات جميلة قدمتها، أشياء كثيرة أمانة قدمتها. لكن أنا أيضا ودي يعني بما أن أنت ذكرت تطرقت قبل شوي سابقا إلى نقطة الأشخاص اللي ضروري يأخذون التطعيمات أو اللقاحات. طيب بالنسبة حق الأشخاص مثلا اللي مناعتهم قليلة أو مثلا مصابين بأيضا مثلا السرطان أو أمراض القلب، أيضا يفضل أن يأخذون هذه التطعيمات؟ أغلب كل الأمراض المزمنة يفضل أنهم يأخذوا لقاح. طبعا الانواع في انواع من الامراض المزمنه، هون بدا استشاره اخصائي بالمرض نفسه هل ممكن اعطائه او لا. احنا بنحكي بالمجمل العام الامراض المزمنه، عند اذا بنحكي عند الكبار فهي الضغط والسكري وامراض الربو والى اخره. عند الاطفال اشيع شيء واللي موجود حاليا هو التحسس الصدري اللي بصير. فاغلب الاطفال اللي بيستخدموا الموسعات القصبيه او اجهزه التبخير يفضل انه ياخذوا اللقاح هذا، لانه بخفف من الامراضيه وبيساعدهم على الشفاء الاسرع. نعم. دكتور محمد وسيم طبيب اطفال، كل الشكر لك على تواجدك اليوم معنا وعلى المعلومات اللي قدمتها. نتمنى لكم ولجميع مرضانا الشفاء العاجل، ونبارك لقطر بهي المناسبه استضافه كاس العالم، بالتوفيق ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله يعطيك العافيه، ونشكر وجودك اكيد مره اخرى معنا. طبعا نروح نطلع فاصل، نطلع فاصل أكيد راح تكون إن شاء الله لنا عودة من بعد هذا الفاصل. رجعنا لكم مشاهدينا من جديد، أكيد ما زلنا مستمرين معاكم في برنامجكم أكيد في الضحى. احنا نقول دائما قطر ترحب بالجميع، وأيضا المؤسسة القطرية للإعلام ترحب كذلك بالجميع. لذلك اليوم كانت عندنا زيارة جدا جميلة لأطفال جدا جميلين، احنا ممكن راح نتابع أيضا معاكم بعض اللقطات. أكاديمية إتقان الدولية كانت اليوم موجودة عندنا، استمتعنا بوجودهم أكيد. واستمتعوا هم أيضا كذلك معنا، خصوصا أن كانت لهم تجربة جميلة. يمكن أستاذ علي السادة نعم كان حريص أن يكون موجود، كان لهم تغطية أيضا مع زميلنا عبد الله الهلابي في ساعة ما راح قدم لهم فعاليات مختلفة. يعني نشوف شفنا أنهم استمتعوا صراحة اليوم في هذه الزيارة مع زميلنا عبد الله الهلابي، شافوا برنامج ساعة مرح طبعا اللي يذاع على شاشة تلفزيون قطر. هو برنامج مخصص طبعا للأطفال، معلومات للأطفال، برنامج مسابقات. فيعني نشوفهم متواجدين هنا من خلال هذه اللقطات يلعبون يستانسون ويجاوبون على الأسئلة أيضا اللي انطرحت. كانت هذه نحن نقول حلقة استثنائية مخصصة للمدرسة تحديدا وللأكاديمية، أكاديمية إتقان الدولية. الحلو أن كل الطالبات كلهم لعبوا، كلهم شاركوا، كلهم يعني استمتعوا بهذه الجولة، استمتعوا أنهم أيضا كانوا حريصين أن يكونوا موجودين. يعني أنت تشوف هني ممكن هم أيضا غير الألعاب وغير الأشياء اللي كانت مع عبد الله كانت لهم جولة في أرجاء في أرجاء مبنى التلفزيون. الحلو عبد الرحمن أن وأنا قاعد أسولف مع الطالبات وكذي قلت لهم ها حبيت المكان، قالوا لي إيه، قال أصلا نبي نشتغل هني. تخيل يعني شنو الصدى اللي انترك عندهم. يعني حلو لما ياخذون زياره لهذه مثل هذه المؤسسات، مثل المؤسسه القطريه للاعلام او اي مؤسسه اخرى، يتعرفون على طبيعه العمل، يتعرفون على نوع العمل اللي موجود في هذه المؤسسات. ونشوفهم هنا في مركز الاخبار وايضا بين المكاتب الخاصه في تلفزيون قطر مع الاستاذ علي الساده، ايضا يشرح لهم عن بعض الأمور اللي قاعدة تصير وبعض الأمور اللي موجودة هنا عندنا في التلفزيون. والله كان ودنا كان مسك صح؟ ختامها كان مسك، كان ودنا يكونوا معنا في الاستديو ناخذ كلمة منهم، لكن احنا أخذنا كلمة معاهم واستانست صراحة لما كانوا موجودين. يعني شوف كانوا مستمتعين، حابين الأجواء، حابين المكان، والحلو أنه كان في يعطوهم معلومات. يعني طول ما هم كانوا يمشون كان في معلومات. يعني صح انه ممكن بالخامس ابتدائي
لكن المعلومات اللي كانت تقدم لهم فعلا كانت معلومات يعني احترافية. يعني ونتمنى أيضا نشوف المزيد من الطلاب اللي يحضرون عندنا ويستمتعون في زيارتهم. طبعا من خلال أيضا بعض مثل ما ذكرت المؤسسات عندنا بلدنا، خلنا نشوف نوع الفعاليات اللي عندهم ونوع الزيارات اللي ممكن الواحد يزورهم هناك، فنشوفها من خلال هذا التقرير ونرجع لكم. Thank you for joining all these wonderful families here today. شكرا لانضمامكم لكل هذه الأسر الرائعة هنا اليوم. ما ترونه خلف اليوم على شبكة المسرح هو فقرة الساحر، وهي جزء من برنامج الفعاليات لدينا. في منتزه بلدنا هناك العديد من الفعاليات للأسر، وكل أسبوع نضيف إليها فقرة مختلفة. ولهذا الأسبوع أضفنا فقرة الساحر وعرض البالونات. بما أننا بدأنا نعيش أجواء كأس العالم، لذلك خلال عطلة الأسبوع القادم سيكون تركيز فعالياتنا مختلفا قليلا وكل عطلة أسبوعية. One of the main things that we have. إحدى الفعاليات الرئيسية لدينا هي المحترف في استعراضات كرة القدم الحرة الذي سيستعرض مهاراته الكروية أمام الأطفال. سنقوم بتنظيم مباريات صغيرة في كرة القدم ليتمكن الأطفال من اللعب ضمن الفرق واستعراض مهاراتهم الخاصة مع المحترفين. هناك الكثير من الفعاليات لدينا، ففي كل أسبوع هناك عروض مختلفة. الرجاء متابعة موقعنا وصفحاتنا على منصات التواصل الاجتماعي للاطلاع على كافة النصائح المفيدة والفعاليات التي يمكنكم مشاهدتها. في عنا كتير اكتيفيتيز عم تصير، خصوصا هلا بالورد كاب يلي هلا حتبتدي بعد شهر. سو في كتير قصص اكتيفيتيز ما فينا الا ما نكون محمسين لها. في عنا عم نعمل كل شيء للأطفال، مثلاً كلاون، في عنا أكتيفيتيز كومبيتيشن على المسرح، بنقوي شخصية الأولاد، بنخلي الأولاد تكون متفاعلة أكتر. وفي مثلاً نكست ويك أند في جاي الفوتبول فريستايل، يعني ليكونوا شوي بالمود تبع الورد كاب ويكونوا أكتر انفولد فيها، لأنه هذا إيفنت رح يصير بقطر شيء كتير مهم، يعني بعد مش صايرة ولا دولة عربية. يعني هيدي خطوة كتير كبيرة، خصوصا لتفرجي انه قدي قطر محمسة لهالإيفنت وقدي كل العالم متشوقين. يعني we're expecting في كتير فيزيتر جايين، بدون يجوا كتير زوار لقطر. سو أقل شيء نعمل activities وإيفنت تخلي نفرجي قدي نحن كمان انه محمسين لألون. إذا مشاهدينا، طبعا اليوم الخميس ومن خلال الفعاليات اللي قاعدة تصير ومع اقتراب هذا الحدث الكبير بطولة كأس العالم، العديد من الفعاليات والعديد من الأماكن اللي الواحد يقدر يزورها خلال هذه الفترة، وخصوصا نحن ويكند أكيد يعني أشياء كثيرة إن شاء الله راح تكون في انتظاركم. لكن إحنا في الختام نقول من بلدنا وفي بلدنا نرحب بالجميع. في أمان الله. مع السلامة. Thank you.